برضه بكلمتين كده وقال لي متتكررش تاني وبتاع، خايف عليا يعني. مش قلت لك بس انت بذمتك ينفع يتخاف عليك بعد اللي انت عملته ده؟ ياد ده مفيش شنب في النصريه يستجرى يعمل اللي انت عملته. بجد يا عم صلاح؟ امال بشتغلك ياه. طب تصدق بقى بايه؟ انا من دلوقتي انا وانت شقاين، يعني الشقاوه هتبقى بيني وبينك مش بيني وبين خالك. قشطه. اصل يا صاحبي حبيبي. سلام يا عمور. خد يا واد. ايه يما صحتك؟ هو انا كنت نمت من اساسه؟ انت فين لحد دلوقتي؟ مفيش، كنت في الحاره تحت عاملين تقسيمه انا واصحابي. يا واد انت عايز توجع قلبك اكتر ما هو موجوع. ليه بس يا اما انا عملت ايه؟ شويه مع اصحابي وشويه عند خالي. يا واد انت بطلت تروح التمرين، جرالك ايه؟ يا اما انا خلاص بقيت البرنج، بعدين مش عايز اتعبك ووفر فلوس. فلوس؟ وانت مالك انت ومال الفلوس؟ انا كنت اشتكيت لك؟ يا ولا دماغي مش قادره تتوجع بيك ولا بدنيتك. وتتعبي نفسك بيا ليه بس؟ مدينة زي الفل اهي. زي الفل يا واد. اكبر، حس بامك، شوف الحمل اللي عليا ده، انا المصايب عماله تتحدف عليا من كل ناحيه. هتبقى انت كمان يا حبيبي. بعد الشر عليك ياما. طب وغلاوتك عندي ما انا مزعلك تاني. يا رب يا رب يا حمر يا رب. خش يا واد نايم. يلا تركيبة جديدة. ازاي يا ابو خريست؟ مكساية حباية جدول على سنة مزاج من عندنا، عملنا تركيبة نوفي هترقي روحها وتسيطر في السوق. اوكي بس ليه دلوقتي؟ اشمعنى؟ انا اقولك ليه دلوقتي. الحكومة شادة السلخ على برشان، في 3-4 ايام لمت الترامادول والترامجاك اللي في السوق دي، العيال بتسف تراب. العيال من دول يتلام على حبايه بجنيه يروح يبيعها ب 100 جنيه. اللي انت بتطلبه ده مش سهل، ده عايز مصنع ادويه بحاله. ما تفكرش في عامر. وليه بس ما فكرش في عامر؟ ده بيزنس. في ديل ما بيننا انه ما يتدخلش في اي بيزنس خاص بيا. ده لو الدنيا حلوه، بس احنا دلوقتي في حاله طوارئ، في حظر برشام. اسمعي الكلام مفيش وقت، ولا انت خايفه لا يرفض؟ مش موضوع انه يرفض، سيبني افكر وانا هقول لك. ماشي بس على السريع، لو ليلي صحيح تعرفي واحد اسمه معتز الكاشف؟ اعرفه كويس، عنده فضيحه البلد كلها بتضحك عليه فيها. اشمعنى؟ اقول لكن ما قلتليش بقى يا بولبول، هو سيد هيعمل ايه بكل المحلات دي؟ مش فاهمه يعني. المحلات دي يا ست سيد جابها لاخواته، كل واحد محل، هو نفسه يظبط لهم حياتهم وكل واحد يعمل المشروع اللي عايزه في المحل بتاعه. ايه يا حبيبي يا سيد؟ طول عمره مجدع وابن حلال وباله دايما في اخواته، ربنا يخليهم لبعض. لكن انت مالك بقى النهارده؟ مالك؟ زعلان كده ليه؟ لا مش زعلان، مفيش حاجة. لا مش زعلان، مفيش حاجة. لا في حاجة يا اخويا. ايه؟ تكونش كان نفسك في محل المحلات دي يحييك بيهم سيد؟ انا مش عارف يا يونيا، الدنيا ملطشة معايا كده ليه؟ كل الناس ماشية في طريقها زي الفل من قدام، ما عدا انا هوب ومحلك سر. ايه بس اللي جرى يا بول؟ ما انت زي الفل اهو يا اخويا. لا انا مش زي الفل ولا حاجة، انا مش عارف حظي ليه ملطش كده مع الحريم، ولا واحده عايزه تبص في وشي. طب انا اقول لك على حاجه، النهارده وانا بشتري المحلات دي كنت بشوف كل اتنين جايين يشتروا شقه ولا ياجروها عرسان يعني، كنت بفرح بيهم وافرح لهم، بس زي ما بفرح لهم بحزن على نفسي وعلى حظي. لا لا ما تقولش كده يا بول، مصيره تفرج يا حبيبي، كل شيء باوانه. تفرج منين بس يا يونيا؟ انا عارف حظي والعكوسات اللي فيه، انا عارف انا هفضل كده طول حياتي ولا هتجوز ولا هيبقى لي علاقه بالجنس التاني ده. الله، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ تفهم من بقك، نصيبك هيسيبك ويجي لحد عندك. وانت طيب وابن حلال يا فلفل، تستاهل كل خير، وربنا هيبعت لك واحده كده زيك. يغطي يغطي يا خلاص يا خلاص. ايوه كده، وريني ضحكتك الحلوه. خد معاك اشرب الشاي وفكها، وان شاء الله انا هرقص لك وزغرط لك يوم فرحك اللي هيكون قريب. قول يا رب.
بعد ذلك يا نصر هتفضلي مدرية وشك عني كتير. أنا سايب ببالي شوية ومش عايز أعاتبك. وهو يعني كان حصل إيه؟ ما أنا وأنت أهو كويسين. أديك قلتيها، أنا وأنت. ما طول عمرنا واحد. ليه خليتينا دلوقتي اتنين؟ مش بخاطري يا سيد. أنت اللي ماشي في طريق ما أقدرش أجاورك فيه. وأنا ما أرضاش أنت تجاوريني فيه. أنا عايزك بس ترجع معايا زي الأول. ملهاش يا سيد. الأول كنت سيد أخويا حبيبي اللي محاجي علي أنا وأخواتك وبتأكلنا بالحلال. ودلوقتي؟ ما بقتش شايفك خالص. الحرام مدارك من ساسك لراسك كأنك واقف وراه وأنا مش عارفة أطلع عليك. أبوس إيدك يا سيد. بلاش. افتكر ابوك. مبقاش ينفع. مبقاش فيها رجوع يا نصر خلاص. ولما انت مش عايز ترجع للخير عايز مني ايه؟ عايزك توقف جنبي. انا الدنيا كلها وقفت قصادي. سلطانه ما سمعتلوش. وميسا ما قدرتش عليا حتى ابوكي. ابوكي ما عرفش يجيب معاها النهايه. أو أنا كل دول بقى ما فرقش معايا زعله. بس أنت لا. ما أقدرش أشوف نفسي صغير في عينيكي. خلاص اسمعي. أنت كسرتيني قبل كده وسامحتك. ما فيهاش حاجة لما تسامحيني. طب مش عشاني. عشان خاطر إخواتك. البتر حد داخلة في مصيبة. والله أعلم الكور وراها إيه. أهري يا حبيبتي حكايتها حكاية. وأنا طول عمري في ضهركم. بس مش لوحدي. طول عمري كنت واقفه في كتفي. عارفه ليه؟ عشان البيت ده تمام ويتلم. انا بحاوط من بره وانت بتضم من جوه. يا نصر لو حد فينا وقع البيت كله هيكور ورا بعض. والقرش الحرام مش هيضيعه. ابوك قالها كلمه. قرشك لو حرام طينه بق الغلبان يغسله. يا لهوي انت عايز تحل القرشك بلقمة الغلابة والمساكين. هتضحك على ربنا. ربك رب قلوب يا نصر. اهدي انت بس. اهدي وصفي من ناحيتي وسيبيه عليه. ونعم بالله. ربنا يبعد عنك الشر. يرضى عنك. قادر يا كريم.